المونتاج والذي جاء في مقتطفه ما يلي: حتى يكون الأثر مباشرا وملموسا فإني أؤكد على التركيز على مبادرات واستعجالات المجالات التالية: أولا، إعطاء دفعة قوية لبرامج ذات التمدن ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي المبكر. ثانيا، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعداد توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم فئات وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدنية للدفع ولفرص الشغل. انتهى خطاب الملك الثاني. يحتفل إقليم النصر كباقي عملات المملكة بالذكرى 16 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار كوفيد-19 والتعليم حصيلة وآفاق لتحصين المكتسبات. وفي هذا اليوم تم تقديم حصيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الأولى والثانية وأيضا في المرحلة الثالثة. ومن أهم المشاريع التي سجلت بإقليم النصر والتي نفتخر بها مشاريع مست التعليم والتربية التعليم والصحة والتكوين المهني وأيضا الأنشطة المديرة للدخل، بالإضافة إلى أيضا أنها قد مست حتى الشرائح وحتى الطبق الفئات المستهدفة في برنامج الهشاشة والتهميش. أما فيما يتعلق هذا النشاط في هذا اليوم فقد تخلله أيضا بعض العروض التي تطرقت لظاهرة الجائحة كوفيد-19 وما هي انعكاساتها على طبعا التعليم والمتمدرسين، وأيضا ما هو الدور الأساسي والفعال للعبته المبادرة الوطنية للتغلب والتخلص من هذه الجائحة. فنفتخر في هذا المجال بمشروع الدعم المدرسي عن بعد الذي طبعا قد عمل على استقطاب وعلى إيصال مجموعة من المواد البيداغوجية والتدريس للتلاميذ في ظل هذه الجائحة، يعني وفي ظل طبعا هذا الحجر الصحي. هذا بالإضافة إلى هذا الاحتفال أيضا قد تضمن عرض أو معرض لمجموعة من المنتوجات المحلية لبرودوي دو تيغواغ اللي كانوا محمولين من طرف مجموعة من التعاونيات اللي حصلت على الدعم ديالها من طرف المبادرة الوطنية، خاصة البرنامج الثالث، واللي طبعا هذه التعاونيات قد واكبها مكتب الدراسات فيما يتعلق بالمواكبة والتكوين وأيضا التتبع لمشاريعهم. أيضا تخلل هذا اليوم زيارة ميدانية لمجموعة من المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أهمها يعني المشروع الدعم المدرسي، وأيضا في مؤسسة الفارابي بولاد صالح، وعندنا مشروع أقسام الأمهات حيث تم إحداث 8 أقسام للأمهات على مستوى المؤسسات، على مستوى المراكز الصحية بالإقليم. وهذا نعلم جميعا على الدور المهم والأساسي لهذه الأقسام في تحسيس ومواكبة النساء الحوامل وما بعد الحمل، وأيضا ما بعد الحمل يعني في تشجيعهم على الرضاعة الطبيعية، وأيضا مواكبتهم في تربية الأبناء ديالهم وحصولهم على طبعا التغذية المتوازنة والصحية. بفضل المبادرة الوطنية توصلنا نديروا حتى الترخيص الصحي، والترخيص الصحي على 3 مستويات: الترخيص الصحي الزيوت الطبيعية أصل الحبوب وأصل الفواكه وأعشاب طبية، وإن شاء الله عندنا طموح نقدروا نصدروا نقولوا العالم كله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا هنايا لهذا المعرض بعمالة إقليم النواصر، كنتواجدوا هنايا باش نعرضوا المنتوجات ديالنا، نقدموا من سيد العمل. وبالنسبة لحنايا كما سبق لنا تأونجاجينا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصلنا على واحد القفزة اللي هي قفزة نوعية وكترفع من القيمة ديال التعاونية ومن المنتوج ديال التعاونية ديالنا. وبالنسبة هاد الأونجاجمون اللي كانت مع المبادرة غيرت لنا المسار ديال الحياة، كانت عندنا افكار مشاريع طموح الحمد لله تحققت بالفعل المبادره الوطنيه. وتبارك الله لكم. السلام عليكم. حنا
حنا التعاونيه ديال الشاكرين الحمد للزرابي والصناعه التقليديه بصفه عامه. كان هذا المنتوج هو تقليدي ومواد تقليديه كنخدموا بصفه بلديه، وبفضل المبادره الوطنيه سهلوا علينا الامور، جابوا لنا الماشين باش كنخدموا ادوات باش كنخدموا الزربيه بالطريقه العصريه والتقليديه. عليكم، انا ابو خلال فاطمه، تنشرف على التعاونيه ديال الحرفيه هيا لمنتوجات التجميل، والحمد لله بفضل الله سبحانه عز وجل ثم جلاله الملك ثم المبادره الوطنيه يعني دعمتنا الله يجزيهم بخير باش نوصلوا لهذه المرحله اللي احنا وصلنا لها دابا. والحمد لله حصلنا بالمنتوج ديالنا وخدموا معنا ناس، والفضل كله ان شاء الله باذن الله، الله ينصر سيدنا. قدرنا احنا مجموعه من الشباب اللي اسسنا لو بروجي ديالنا بفضل كونفونسيون مع لينداش، اللي مكنتنا اننا نتحصلوا على لي دو زاغريمون اونسا ونتحصلوا على ان برودوي فيني اللي نقدروا نسوقوه في المارشي لوكال والمارشي انترناسيونال ان شاء الله. اوني سيتوي في قريم ديال نوغاسر. On est heureux de pouvoir participer à ce showroom ici. Puis on est heureux que l'INDH nous a soutenus et tout ça. Puis on vous remercie énormément. Merci.